اولا طبعا ما انا وضحت موضوع الاسلاك الشائكه او ده كل ده تامين لاعضاء النادي الاهلي. ما اعرفش هو مين اللي زعلان ان انا اامن اعضائي، يعني انا مش فاهم مصلحه مين ان انا ما امن. انا لو اقدر امن بحاجه اكتر من كده هامن يعني. فاعتقد هذا الموضوع انا خلاص كلمت فيه ومش بسمع. انا امن اعضائي ومش مش مش هسمع بقى, بقى لكن هسمع لو في اضافه، هسمع لو في حد هيفيد حاجه جديده. لا حاضر اسمع اي حد يعني، لكن هذا الموضوع لا خلاص ده موضوع خلص يعني. كمان حاجه كمان اللي مميزه ان حضرتك اديت تنبيهات على اللي هيفتح مشاكل، يبقى في اجراءات عدم دخول الاطعمه، الامور دي كلها، الامور دي كلها عايزين نوضح للناس. حضرتك اتكلمت فيها ليه؟ لان دي بتصير بعض البلبله، ناس هتقول لك شيرين بي مانع وشيرين بي عامل مشاكل كبيره والاداره التنفيذيه مانعه، عايزين نوضح للناس شيرين بي. يا فندم انا مش مانع حاجه، انا بحافظ برضو تاني، هو محافظه على الاعضاء ما يزعلش حد يعني. انا بقول اي حد، ما في الهدايا كلها موجوده يعني، انت زي ما عارف حضرتك في بيدخل اعلام بيدخل كذا اي دعايه عايز يعملها لنفسه، وبنشوفها في كل الانتخابات اللي فاتت. لكن انا يعني انا برضو في اليوم ده خلاص بعد ما انا في اجتماعين وفي ناس يعني كانت بتشير ان انا ناحيه حد على حد ولا بتاع، انا خلاص انا كمان زي ما هو متشكك، انا كمان متشكك في تصرف اي حد ممكن يضر النادي الاهلي. فانا مش فاهم ايه اللي ما يمنع. انا عندي كم منفذ جوه وجميع انواع مأكولات، انا ادخل ايه من بره؟ انا زودت كل حاجه في النادي، فخلاص انا مش شايف ان في حد محتاج. انه انا اسف يعني اعضاء النادي يعني مش محتاجين مأكولات يعني من الخارج. وبعدين انا لو حصل اي حاله لا قدر الله جوه النادي انا اللي مسؤول، لا انا مش هبقى مسؤول عن ده. كمان الحاجه المهمه اللي عايزين نشير بيها كمان ان قناه الاهلي هي هتبقى اللي مصرح ليها الدخول ومصرح ليها الاذاعه، وكمان هيبقى في تعاون كبير معاها وبين القنوات كلها. عايزين نشرح الموضوع ده برضو لكل قنوات 20 بي. قناه النادي الاهلي دي قناه النادي الاهلي، وبالتالي لابد ان يبقى لها الاولويه في اي حاجه، ده وضع طبيعي جدا يعني. وقناة الأهلي هتتعاون بعد ما اتصلت بإدارة القناة، هتتعاون بإنها تنقل لأي حد يطلب منها إنها تنقل له، بس هم من حقهم إنهم ياخدوا حصري. ما هو الحصري دي موجودة في كل حتة يعني. يعني إشمعنى جيت عند القناة بتاعتي وإن أنا الناس هتعترض عليه؟ ده حقي أو حق النادي يعني، مش حق أنا شخصيا يعني. وبالتالي لا، ده حق قناة الأهلي علينا، فخلاص يعني هو هيبقى كده يعني. اخيرا رسالتك ايه لاعضاء الجمعيه العموميه غدا ان شاء الله؟ بيتمنى ظهور يوم مميز ليك باسم النادي الاهلي، ما يبقاش في اي مشاكل. شيرين بين مدير التنفيذي، تحب تقول ايه؟ ان اعضاء النادي الاهلي يعني طول عمرهم ملتزمين، فانا ما عنديش شك في التزامهم، لكن هي حاجه واحده بس، اختار الاصلح لمصلحه النادي.